قال الفنان طارق صبري إن جلسة صناعة الدراما والسينما بالحوار الوطني شهدت طرح ومناقشة مقترحات جادة. وأوضح إن صناعة الثقافة أصبحت من الأولويات لدى القيادة السياسية والدولة بوجه عام، وهي تؤثر على المحاور والصناعات الأخرى. النهارده أنا حضرت في مقترحات جادة جدا اتقالت في الجلسة اللي فاتت اللي هي جلسة صناعة الدراما والسينما. شفت ان في مقترحات كانت بتتقال من جلسات اخرى اتحطت قيد التنفيذ. بدأت افهم ان صناعة الثقافة بقت عاملة في انهي منطقة في الاولويات بالنسبة حتى للرؤية للقيادة السياسية في مصر. ومدى تشابكها الحقيقي؟ جدا جدا، يعني هي النهاردة محطوطة في المحور المجتمعي. انا بقول ان هي بتؤثر على المحور الاقتصادي وتؤثر على المحاور الاخرى، لان انها صناعه. صناعه انا بشوفها من الصناعات الثقيله الحقيقه، يعني ويمكن ناس كده هتختلف معايا في ده، بس انا بشوف ان صناعه ثقافه سواء صناعه الدراما، صناعه السينما، صناعه المسرح، هي من الصناعات الثقيله المحتاجه جهد، محتاجه ناس عندهم يعني ولاء كبير جدا للي بيعملوه.